يسعد لي مساكم، يسعد لي اوقاتكم، الله يسعدكم صبايا من وين كنتم عم بتتابعوني. كيفكم؟ شو الاخبار؟ طمنوني عنكم. ان شاء الله يا رب وانتم عم بتشوفوا فيديو اليوم بتكونوا بخير وصحه وعافيه. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. خلونا نصلي على النبي ونبلش بفيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيديو اليوم رح نقطف ورداتنا ونشرب قهوتنا ونحضر طبختنا، ورح اخدكم مشوار كتير حلو. رح نعمل جولة بالقرى والريف القبرصي. يلا حطوا لي لايك وخلونا نحضر الفيديو مع بعض. كيف الاجواء عندكم؟ ما شاء الله نحن قلتلكم رجع الجو الشتوي بامتياز. شايفين شلون الاجواء مغيمة؟ وعلى الاغلب يعني رح تنزل مطر، ومثل ما لكم شايفين يعني السما هيك معبقة تعبيق، فاكيد في وراها مطرة. يلا الله يبعث الخير ان شاء الله يا رب، امطار خير ورزق وفرج على الجميع. فقلت لحالي خليني اطلع لبرا وقطف الوردات. بتعرفوا الوردة اذا كانت مفتحة واجاها المطر فورا بيفرط الورق تبعها. وشايفين الوردة الحمرا شلون ما شاء الله، يعني هلأ موسمون هدول الوردات الحمر الصفر البيض، مع انه الابيض هر كلياته بالهواء، بس هدول لا لسه محافظين على حالهم بما انه ما كانوا مفتحين كتير. حتى الورد الجوري ما شاء الله يعني صرنا مقطفين كمية منيحة ولسه الشجرة مليانة وردات. فقلنا يلا خلينا نطلع نقطفهم نستمتع فيهم كم يوم وبعدين بنفرطهم ومنضبهم للمربى. يلي قالوا لي انه عم نستنى طريقة المربى تكرم، والله رح ساويها معاكم. بس مثل ما قلتلكم والله هلأ لهلأ صرت مجمعة، صاروا تقريبا 600 جرام الورد، يعني الورق الورد بس من صاروا كيلو رح ساويهم. شايفين الورد شلون ما شاء الله، يعني اللون الريحة شكل الورد شلون هيك كبيرة ومكبسة، عن جد بتفتح النفس. والله لو الواحد يعرف يزرع ورد لكان زرع منه بكذا محل، بما انه يعني بيستفيد منه مو بس كمان منظر، يعني الواحد بيستفيد منه سواء لشراب ورد او لمربى الورد. بس قلتلكم اني انا ما بساوي شراب لانه موجود هون الشراب بالسوبر ماركت، فبساوي بس لمربى. هلا بقطفنا ورداتنا ودخلنا لجوا نجهز باقات الورد لحتى هيك نحطهم على الطاولة ونجهز فنجان قهوة. وانتو يا صبايا كيفكم؟ كيف الاجواء عندكم؟ شو عم تعملوا؟ شو عم تساووا؟ طمنوني عنكم. هلأ بالفيديو السابق، امبارح ما نزلت فيديو، بالفيديو السابق وقت اللي نزلت انه عنا مطر وهيك، ما شاء الله اغلب التعليقات انه نفس الاجواء بسوريا، او حتى اجاني والله تعليقات من لبنان وتركيا انه نفس الاجواء عندكم، انه فعلا رجع البرد من اول وجديد. اكلكم من كم يوم كانت بنتي عم بتقلي والله شكلنا رح نرجع ننزل الشتوي بعد ما ضبينا. والله انا الي يومين يعني ما عم بتفه برد، يعني مو طبيعي عن جد، يعني لازم نرجع نطالع البيجامات المخمل ونلبسهم من اول وجديد. فيعني الحمد لله رب العالمين. يعني قالوا انه هذا شهر 5 يعني اكيد رح يجي فيه برد، يعني على شهر 6 ان شاء الله بتدفي الدنيا، وهداك الوقت بيجينا الشوب على اصوله ونقول ايمت بقى بده يجي الشتاء ويجي البرد. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. هلأ بما أنه ورداتنا حمر لازم فنجاننا يكون أحمر. هذا الفنجان صار لي فترة ما استخدمته فقلت خلص أجا دوره. بتلاقوني بستخدم الفناجين اللي بيكونوا قريبين مني أكتر شي، المعلقين أو بالدرج، هدول محطوطين بخزانة بغرفة السفرة، فبتلاقوني نادرا لحتى أروح جيب من هدوك الفناجين واستخدمون. والله عندي فناجين يعني جايبتهم من وقت اللي كنت بالسعودية، لسه لهلأ بكرتونتهم يعني ما فتحتهم، ما بعرف عم بستخدم هدول وهدوك لسه ما فتحتهم. على سيرة الفناجين والركوة،
في صبية علقت لي بالفيديو السابق انه خلي ركوة رمضان لرمضان يعني. والله ما شاء الله يعني انا طلبت يعني اغراض للمطبخ قبل رمضان، بس شفت وقت الحادث وهيك ما صورتهم، فكنت طالبة طقم ركاوي هاي ووحدة اصغر منه، والتنتين مكتوب عليهم رمضان. الكبير الصغيرة وصلتني مكسورة، فوصلتني بس هاي الكبيرة يعني انه سليمة. وعلى قد ما شاء الله يعني ما حبيتها، صرت استخدمها دائما يعني، ما تركتها لرمضان. لقيتها يعني حجمها ما كتير كبير، 9 تقريبا 3 فناجين، وهيك شفافة ولما بتصبوا منها ما بتكب، فكتير عجبتني عشان هيك لقيتوني انه عم بستخدمها على طول. هلا انا كان عندي الركوة السوداء الازاز يعني، وعندي الركوة الشفافة. الركوة الشفافة انكسرت يعني، كسر لي اياها ابني، بقيت عندي الركوة السوداء. بس ما بعرف ليش كتير بحب ساوي القهوة بهي الركوة الشفافة، قلت لكم حتى انه شكلها وهيك عملية، فعم بستخدمها هلا. وهلا هون صارت قهوتنا جاهزة يعني، شربتوا قهوتكم، ما في داعي لكم قوموا اشربوا قهوة، اكيد ما شاء الله الكل شربان، ان شاء الله ريتوا مشروب الهنا والعافية. اخذت ورداتي وجيت على الصالون. هلا يلي عم يسألني ليش عم تشربي قهوة لحالك، ما في حدا يشرب معاكي؟ والله على حسب يعني، احيانا مرتين قلت لكم انه ما بتشرب قهوة، فهون يعني لا كاسة النسكافيه يا انه بريق الشاي عم تشرب. بنتي احيانا انه شفته هلا رجعت داومت وعندها اختبارات، نهار بتداوم نهار لا، احيانا بكون جاي على بالها تشرب تشرب معي، احيانا ما بيكون جاي على بالها. وجوزي احيانا بنكون شربانين الصبح مع بعض، فما بعمل له يعني، واحيانا بعمل فنجانين، بيكون واحد الي وواحد له، على حسب يعني. هلا هون بقى انا عم بشرب قهوتي، وحطينا اكل للقطط. على سيرة القطط قلتوا لي صوري لنا القطط صوري لنا القطط، والله لساتهم صغار، اصبروا بس هيك اسبوع ان شاء الله يعني، من هون لاسبوع اكيد بيكون صاروا يمشوا، لاني هلا واحد منهم يعني صار هيك يوقف يعني، مو يمشي يخطي هيك، عم نمشيكم خطوة خطوة معانا شلون عم يكبروا القطط. بلكي من هون لاسبوع بيكون 2 صاروا هيك يوقفوا ويمشوا، بصور لكم ياهم. وكمان يلي عم يسألوني عن مرت عمو، شلون حماتك، ايش اخبارها، طمنينا عنها، سافرت ما سافرت؟ لا ما سافرت يعني، اكيد لو سافرت كان انه خليتها تسجل معي فيديو وتودعكم، مع انه بالفيديو السابق شفتوا وقت اللي قلت لكم اني عم بساوي المشاوي، مرت عمو بدها تساوي النار، وهي اللي ساوت لي دعكت لي الكباب وساوت لي، بس ما بعرف ليش اجاني كتير تعليقات واسئله انه سافرت حماتك. لا والله ما سافرت، وهي السابق يعني عنا. فبلكي ان شاء الله هيك بفيديو اليوم، وخليها تسلم عليكم وتطمنكم عن حالها. قلت لكم الحمد لله رب العالمين هي بخير، ولما كنت انا عم بشرب القهوه كانت هي قاعده جنبي. هلا خلصنا القهوه وبدي احضر الغداء. اليوم عندهم مشوار بالسياره، فقلت لهم انه جاي على بالي اطلع من البيت وغير جو، مع اني هو المشوار يعني بالسياره روحه رجعه، فقلت لهم يلا مو مشكله بطلع وبغير جو. فقلت لحالي خليني هيك جهز طبختي على بكير ومنروح، وبس نرجع يبقى بحطها بالفرن، ما بتاخد كتير وقت لحتى تستوي. اليوم بدي ساوي مسقعه الخضار، نحن بنقلها، في ناس بيقولوا لها كواج، في ناس بيقولوا لها خضره مشكله، على حسب. شفتوا الوقت اللي حفرت الكوسه والباذنجان وعملت محاشي؟ على فكره انا دائما كل ما بعمل محاشي ما بحب اني كب اللب تبع الكوسه والباذنجان، بحب اعملهم مسقعه. فضبيت اللب تبع الكوسه والباذنجان وحطيت لهم، شفتوا، حبه باذنجان، حبه بطاطا، حبتين بصل، وبقيان عندي من هاي البندورة المعلبة، قلت خلص يعني خلص موسم الصيف خلينا نخلص منها. فرمتهم كلاتهم مع بعضهم، وحطيت لها اللحمة وملح وفلفل أسود و7 بهارات، حتى فرمت معاها فليفلة، وهيك حطيتها بصينية الفرن. وهلا بدي أدخلها يعني، تقريبا تاخد معاكم نص ساعة 3/4 ساعة بتستوي وبتتنشف وبتتأمر، وعن جد بتطلع معاكم بتشهي القلب، لحتى هيك كمان الواحد يحافظ على الخضرة ما يكبها كلياتها. بتذكر وقت اللي ساويت وقت اللي حفرت المحاشي الكوسة والباذنجان، في صبية علقت لي انه الحفارة تبع الكوسة لو انك تساويها مفركية، مو مفركية يا ربي، عجة، لو انك تساويها عجة تحطي لها يعني بهارات وبيض بتطلع كتير طيبة. فوالله انا يعني صراحة هذا الحفارة تبع الكوسة والباذنجان يعني ما بستخدمه ولا شيء، ما يعني بحفرهم وخلص بكبهم، بس مثل ما قلت لكم اللب بستخدمه للمسقعة. مرت عمو لما اجت انه بتقلي انه خلينا نساويه متومة، اللي هو لب الكوسة بتساويه مع توم وزيت زيتون، والله يعني طيب الاكل ما اشبه شيء.
بس والله انه بالحفارة بيتساوى عدة، يعني ما عندي فكرة عن الموضوع. ان شاء الله الواحد ليش بيحاول وبيجرب، مثل ما قلت لكم بيحافظ على يعني الله يا رب يدومها علينا ويحفظها من الزول. شايفين الاجواء شلون هلا؟ هون قلت لحالي خليني، بما انه عندي مشوار خليني اجهز كل شيء، يعني اطفي الخضرة وانقعهم بالماي وروح، عشان لما اجي انه اذا تاخرنا بالمشوار يكون كل شيء جاهز. شايفين الهوا شلون؟ يا حسركم هدول شو؟ هدول شتلات فليفلة. بما انه زرعنا باذنجان، زرعنا خيار، زرعنا الفاصوليا واللوبيا والبازلة، وما خلينا شي، والنعناع والبقدونس، يعني في منهم صاروا في منهم ما صاروا. قالت لنا مرت عمو انه تم الفليفلة، مع اني والله جبنا بذور اول ما زرعنا، يعني اول ما زرعنا البذور زرعنا فليفلة، يعني حتى ملونة وحمرة وخضرة، بس سبحان الله ما طلع منا شي، واللي طلعوا كتير صغار. فقالتنا مرت عمو خلينا نجيب من المشتل يعني شتلات، يعني مثل ما جبنا البندورة شتلات والخيار والباذنجان، خلينا نجيب فليفلة ونزرعهم. فجبنا هدول الشتلات ان شاء الله، بس هيك من زرعتهم، واذا كنت فاضي ما عندي شي بصور لكم اياها وهي عم تزرعهم. يعني في عنا هيك اماكن بالحديقة فاضية، فقالت انه منجيب كم شتلة ومنحطهم وبيكبروا. شفتوا هديك السنة انا زرعت بذور وما شاء الله صاروا، وطول السنة ناكل منهم، بس كأنه أنا زرعتهم بوقت متأخر، يعني بالصيف، يعني كان الجو مدفي عشان هيك طلعوا وكبروا وإنه نجحوا معهم. بس هدول البذور كأنه زرعناهم الوقت يعني إنه بكير برد ما كبروا، والله أعلم يعني ما بعرف. فالمهم هلأ هون تركنا شتلاتنا وعملنا فنجان قهوة ويلا على المشوار. شو رأيكم بهالمناظر الطبيعية الخلابة؟ قلت لكم هو المشوار صحيح بالسيارة، بس هيك حبيت غير لكم شوي عن أجواء المطبخ وروتين البيت. مو بس أنا بغير جو، هاي طلعت مشوار أخذكم معاي. على فكرة يعني المشوار اللي طلعته هو يعني كله داخل الريف، يعني ما طلعنا من مدينة، يعني من قرية لقرية. بس شايفين انه الاجواء اش قد بتختلف؟ يعني عندي انا مغيمة الدنيا وبتحسوها هيك معبقة والغيم اسود بده ينزل مطر، لا هون الدنيا مغيمة بس طالعة الشمس والاجواء احلى من عنا. يعني نحن كان عنا الهواء كتير مزعج، فسبحان الله يعني مع انه قلت لكم المكان ما كتير بعيد بس الاجواء بتختلف. وبس بدي اذكركم يا صبايا، بتمنى منكم اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوا وما كنتوا مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي. واذا كنتوا من اصدقائنا وحبايبنا بالقناة فعم بستنى رأيكم بفيديو اليوم. شو رأيكم بهالجولة بالريف القبرصي؟ عن جد يعني الأجواء سبحان الله دائما بالريف، وخاصة هلأ بفصل الربيع بتحسوا الأجواء كتير حلوة. يعني دائما بقولكم إنه له سلبيات وله إيجابيات السكنة بالريف، والحمد لله رب العالمين على كل حال. هلأ ما بعرف صرنا نلاحظ انه القرية اللي نحن ساكنين فيها يعني بتحسوها ما أنا مخدمة مثل باقي القرى. يعني باقي القرى هلأ القرية تبعيتنا ما فيها مدرسة، ابني بينتقل يعني بالباص يعني قريتين لحتى يوصل على المدرسة تبعيته، ما فيها سوبر ماركت، فيها حديقة بس الحديقة يعني اذا بقلكن شبه مهجورة، يعني فيها مقاعد فيها العاب، بس بما انه عدد السكان قليل بتلاقوا نادرا لحتى يكون حدا بالقرية. بينما هلأ هون رحنا على هاي القرية اوضيع، يعني انه نحن وقفنا فوق على الجبل، نزلت لحتى صور ما شاء الله، حتى في مثل مو بحيرة، مثل نهر جاري، ومسوين على طرفها حديقة مخدمة بمقاعد وكراسي والعاب. والله منظرة عن جد يعني بشهيكم هيك تعملوا فنجان قهوة وتقعدوا بالحديقة. هلا صحيح انا اخذت معي فنجان قهوة، بس والله قبل ما هيك لسه بحطه على تمي بدي اشرب منه ونكب كلياته علي، فما كان لي نصيب اشرب القهوة يعني. وبما انه رايحين بوقت متأخر وانه بدنا نرجع، يعني ابني رايح مشوار وراجع، فبس هيك نزلت صورت وبعدين رجعنا على البيت.
كمان في كتير أسئلة عم تجيني، أكيد دايما بقلكن طالما في أسئلة جديدة في صبايا جداد انضموا للقناة، فياميت أهلا وسهلا فيكم، والله شرفتوني ونورتوا قناتي وأسعدتوا قلبي، ربي يسعدكم ويجبر خاطركم جميعا على كلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوة. يلي عم يسألوني إنه أنت عايشة باليونان ولا بس مجرد الاسم إنك حتة سورية باليونان، واحكي لنا شلون جيتي شلون حياتك باليونان. هلا أنا عايشة بقبرص اليونانيين، هي جزيرة تابعة لليونان. شلون جيت على اليونان؟ يعني أجاني هذا التعليق كذا مرة على الفيديو السابق. هلا قلتلكن أنا جيت، يعني كنت عايشة بتركيا بإقامة سياحية، طالعت فيزا سياحية لقبرص التركية، ومن قبرص التركية جيت لهون، وحكيت بالتفصيل شلون جيت بالفيديوهات السابقة. على فكرة ما صار لي زمان يعني هيك حكيت، من وقت اللي تركت السعودية ونزلت على تركيا، وقت اللي تركت تركيا وطلعت لهون. فبتمنى ترجعوا للفيديوهات، تقريبا من شهرين، يعني ما انه صار لي زمان كتير حكي بالموضوع. وبالنسبة كمان للي بيسألوني انه شلون حياتك باليونان، يعني بتحسوا حالكم مستقرين؟ انه ما شاء الله لما بشوفوا هيك الاجواء بيقولوا انه عن جد باين الحياة عندكم كتير حلوة. الحمد لله رب العالمين. هلأ شلون حياتي باليونان؟ انا يعني هن اللي بيسألوني انه شلون حياتك باليونان مقارنة باوروبا، هيك كان السؤال، وين احسن؟ والله انا ما جربت اوروبا لحتى اقلكم يعني وين احسن. الحمد لله رب العالمين، يعني جوزي بيشتغل والولاد بالمدارس، ويعني عايشين الحمد لله رب العالمين. انه الطبيعة عنا حلوة، الاجواء عنا حلوة. هلأ انه بما انه هذا الفصل فصل الربيع، يعني بتعرفوا الاجواء بتصير حلوة، بس والله وقت اللي بيجي فصل الصيف يعني نسبة الرطوبة بتكون كتير عالية، وبتكون الاجواء عن جد يعني شوب وهيك رطوبة لا يطاق. اللي كان بيتابعني من قبل يعني بتذكر مرة رحنا على البحر، يعني ما فيكم تسحبوا نفسكم من كتر الرطوبة والشوب، ورجعنا على البيت. بالنسبة للعنصرية، شوفوا هاي الحديقة اللي قلت لكم عنها، هلا نحن هون وقفنا على الجبل، وهي هون مساوين تحت حديقة. الحمد لله رب العالمين ما شفنا عنصرية، أنا عم بحكي بالنسبة إلي ولعيلتي، يعني ما واجهنا أي موقف عنصري، بالعكس يعني الحمد لله رب العالمين، يعني سواء هون يعني أو لما كنا بالمدينة أو الأولاد بالمدارس، الحمد لله رب العالمين يعني أمورنا تمام. والله بالعكس يعني بتحسوا جيراننا، يعني شفتوا الأولاد بيلعبوا مع بعضهم، ابني بيروح لعندهم، هن بيجوا لعنا، بنسكب لبعضنا حلويات، يعني مع أنه ما في بيناتنا لا زيارات ولا شيء، مجرد شفنا بعضنا بنسلم على بعضنا، بس أنه كتير حبابين وكتير طيبين وعن جد يعني ما بتحسون أنه بيعاملونا على أنه نحن مثلا أجانب أو مثلا من غير جنسية أو غير دين. فوالله الحمد لله رب العالمين يعني أمورنا تمام. وكمان من ضمن السؤال انه انتم مستقرين يعني ولا انه بالمستقبل بتفكروا انكم تطلعوا لبرا؟ والله حاليا قاعدين ومستقرين الحمد لله رب العالمين. بالمستقبل والله ما بعرف، يعني الله اعلم ايش الله بيكتب لنا، بس انه نحن ترجع لنا لا، الحمد لله رب العالمين قاعدين ومستقرين، طالما مثل ما قلت لكم انه الاولاد بالمدرسة وجوزي عم يشتغل فقاعدين. بس انه هون بتحسوا يعني شلون بدي اقول لكم، الواحد ما بيحس حاله استقرار تام، يعني ما عنا إقامة دائمة، إقامتنا هي إقامة لجوء مؤقت وبتتجدد سواء كل سنة أو كل سنتين. هذا اللي بيخليكي انه ما تحسي بالاستقرار، يعني يمكن هي اللي بيميز عن أوروبا، انه أوروبا لما بتروحي ممكن تاخدي إقامة دائمة بعد فترة يعني وشروط، وبتعرفوا يعني اللي عايش بأوروبا أكيد بيعرف انه بياخد جنسية. هون بالنادر نادر جدا لحتى الواحد يتجنس، غير هيك الحمد لله رب العالمين يعني الامور تمام. على فكرة في كتير صبايا بيعلقوا لي انه قبرص كتير حلوة الحياة فيها، وفي كتير صبايا بيقولوا لي انه كنا عايشين فيها وتركناها، سواء يعني راحوا على اوروبا او في منهم طلعوا على اليونان او في منهم مثلا، حتى والله في صبية كتبت لي كأنه انه هي كانت بقبرص وطالعة على فرنسا. هي فعلا يعني قبرص قلت لكم الحياة حلوة فيها وبتحسوها بسيطة، يعني ما بعرف قلت لكم انا ما جربت اوروبا يعني، بس يعني مقارنة بتركيا، وخاصة هلأ أنا يعني فرقت علي إنه من المدينة للريف، يعني بتركيا كنت عايشة باسطنبول بوسط المدينة، وهون أول فترة تقريبا أول 4 سنين سكنت بالمدينة،
وبعدين هلأ تقريبا رح يصير لي سنة ونص ساكنة بالريف، يعني الحمد لله رب العالمين. قلت لكم الواحد بيجرب هيك وبيجرب هيك وبالأخير يعني بيستقر بالمكان اللي بيرتاح فيه. هلأ صحيح هي جزيرة وبتحسوها ما فيها هالمساحات الكبيرة، بس ما شاء الله والله لما بطلع مثلا أي مشوار مثل مشوار امبارح وعم بصور لكم، يعني كل ما نمر من مكان قول لا هذا احلى من اللي قبله. فلما جيت وسويت الفيديو والله يعني حاولت قدر المستطاع اني اختصر الفيديو، بس ما كان يقصر معي اكثر من هيك. فيلا اذا بتحبوا هيك مناظر وهيك اجواء استمتعوا بالفيديو، خليكم هلا هيك تستمتعوا شوي بالمناظر وبرجع لكم. السلام عليكم، مرحبا يا صبايا، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ طمنون عنكم. اليوم نسجلكم سقعة الخضار، ان شاء الله تعجبكم يا رب. وانتو ايش طيبخين اليوم حتى تقلونا وتذكرونا ايش عندكم وايش عندكم افكار؟ أهلين حبيباتي، لونا مثل ما منقلكن، الله يعطيك العافية. حفظتوا هذا الطريق ولا لسه ما حفظتوا؟ وهيك بيكون خلصنا جولتنا ورجعنا على القرية تبعيتنا. شايفين نحن شلون انه القرية تبعيتنا صايرة انه بالوادي، وعلى فكرة يعني شفتوا من طرف بيتي لتحت كمان بتحسوا في لقدام وادي تاني. ملاحظين انه الاجواء هلأ صارت بتشبه الاجواء اللي القرية اللي كنا فيها، يعني ما بعرف كأني تغير الجو، صحصحت الدنيا وطلعت الشموسة ويا سلام. هيك وصلنا بيتنا، كل ما بطلع مشوار وانا راجعة بصور لكم طريق البيت، لحتى هيك شي نهار نويت تجوا تزوروني وما تضيعوا البيت وتلاقوه. شفتوا حتى هون ابني ولاد الجيران عم بيلعبوا بالبسكليتات، وهي هيك وصلنا بيتنا بالسلامة. عطوني رأيكم بهالجولة اللي عملت لكم اياها بالريف القبرصي او الريف اليوناني. هلأ هون رجعنا وطبختنا صارت جاهزة، وهدول الخضرة اللي نقعتهم قبل ما اروح كمان غسلتهم وصاروا ما احلاهم. شفتوا وقت اللي طلعت قطفت الخضرة شلون كبرانين وصايرين ما احلاهم، سواء النعناع الفجل البصل الاخضر، حتى انه الفجل يعني باقي كم حبة
وخلص يعني بيخلصوا. والله على اساس انه بدنا نجيب ونزرع، ما بعرف ليش ما زرعنا، مع انه راح ابني على المشتل من شفته جايب الفليفله امبارحه، فما بعرف ليش ما انه جايب لنا فجل، مع انه الفجل ما جبنا شتلات يعني، جبناه بذور وما شاء الله طلعوا صاروا ما احلاهم. وهي هيك مسقعتنا صارت جاهزة. الله يا رب يدوم علينا هالنعم ويحفظها من الزوال. وهيك لهون بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته. ان شاء الله يا رب هيك يكون فيديو اليوم خفيف ولطيف. هلا هو طويل، ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا بالمشاهدة. وهلا صار لازم ودعكم وقلكم ان شاء الله بشوفكم بفيديوهات وروتينات جديدة على خير وهدات بال.